شنو اللي كتوحش بزاف في المغرب؟ اللي كتوحش بزاف بزاف في المغرب هو العائله. يعني الحمد لله هنا كل شيء كاين عندنا، كل شيء متوفر لينا، ما خاصنا حتى شي خير ولا بس علينا، والحاجه الوحيده اللي كنفتقدوها هي العائله ديالنا. كنتوحشهم واخا كنهضروا معاهم، كيقولوا لنا حنا لاباس علينا، ما خاصنا حتى خير هذه، وانما كتبقى دائما العائله في مكانه بوحدها، يعني حتى واحد ما يجي في بلاصه صراحه. يعني ملي كيجيو اعياد مناسبات كتجي شي وقيته اللي فعلا كنحتاجو فيها العائله تكون في جنب ديالنا. مثلا انا مؤخرا انا ولدت بغيت شي حد من عائلتي يكون في جنبي، واخا راجلي مخلاني محتاجه حتى شي حاجه وبقى واقف في جنبي، وانما في ديك اللحظه احتاجيت شي واحد في عائلتي. وانما كما كنقولوا الحمد لله، يعني هذه سنه الحياه، النصيب ديالنا جابنا لهاد البلاد وخلانا نكونوا بعاد. كيجي عندك العائله من المغرب؟ صراحه اول ما جات امي، يعني الوالده ديال الزوج ديالي، هي اللي جات عندنا وعجبها الحال بزاف بزاف. كاين عندي اختي في مونريال، مي الظروف ديال العمل ديالها ما تقدرش انها تجي، مي ان شاء الله حنا كل عام كنديروا عندهم زياره لتما.